خدات ليها وخدات لجارتها. عرفتوا يا البنات راه شي حاجه واعره، كل شيء كياخذ فيهم. هي السيده واخده البنات ثلاثه، هي السيده خدات ثلاثه، البنات انا خديت جوج. الله يضع عليهم المخاطفه اليوم في اكسيون. خاصكم بشره هيا في لاكيس، هذوما المشتريات ديالي اختي اليوم من اكسيون. عرفتوا يا البنات واحد الفيديو مطرطق اليوم اختي، لقيت عليه المخاطفه المضاربه يا البنات اليوم في اكسيون. الاخوات اللي كيسولوني على الطحانه ديال القهوه، ها هي اختي واخيرا حطوها لكم في اكسيون. عرفتوا يا البنات كيجي الشكل ديالها غزال، طحني فيها قهوه، طحني فيها لي زيبيس عطريه. الاخوات اللي كيديروا ماسكات طبيعيا، عرفتوا حاطينها لكم اختي بكونتيتي كثيره و 300 ديال لا كارونتي. يمكنش نجي لاكسيون ما نلقاش البنات الجديد، جيبي لكم اختي الباك كامل مكمول. البنات فيهم اربعه ديال الطنجرات، اربعه يا الاخوات من الكبيره حتى الصغيره. كتجي اختي القفاله ديالهم ديال الزاج، اول مره كنلقاهم في اكسيون. سيو اختي اليوم راه مبرع عليكم، جايب لكم ريد وهي تواعرين اختي. شوفي ليا بالمخده بالزربيه يا البنات، اخر ما كاين في اكسيون. لاكيس والبنت اللي خدامه في اكسيون، والله القسم البنات شنو قلت لي اختي كديري بيه؟ كدير الريحه زوينه في الدار، الريحه زوينه في الدار، وكدير قلتي لي حتى في لاماشين كديروا وترشي بها هانتوما البنات. قالت لي كنديروا في شويه ديال الماء وكنرش به الدار ديالي، قالت لي كيخلي الريحه زوينه. والله البنات انا في لاكيس الاخوات منكم الحاد، قالت لي عشاق اتاي. شوفي لي اختي البرير داد اللي جابوا لكم في اكسيون وديال اينوكس يا البنات. هنا اختي كديري، هنا كديري اتاي، وكديري اختي النعناع، وكديريه فوق البوطه. اخر ما كاين اختي في اكسيون. تخلي لك اختي الطويله ديالك تكتشعل، ما بقيتي تبرزطي لا مع طويله لا مع بوطاجي. تخلي لك اختي الكوزينه ديالك، الكنابي، الزربيه، تهبطيها حتى للطوموبيل. شوفي لي اختي الاسبيغاتور الجديده اللي جابوا لكم البنات في اكسيون، تقدري تحطيها غير فوق البوطاجي. عرفتي كتجي زوينه وعجبني البنات الشكل ديالها. بالكفا قولي دابا شكون اللي دابا ديري عليا جمعيه. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش خباركم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بألف خير وبألف صحة وبألف عافية. خصكم بشرة جبتكم اليوم أخواتي الأكسيو ديال جيغلون، إن شاء الله غادي ندخلوا أي حاجة لقيتها نبارطاجيها معكم. يلا خليكم معايا ونبداو على بركة الله أخواتي الجولة ديالنا بالبرودوي العجيب الغريب. والله القسم البنات من قبيلة وأنا كنتسنى. عرفتوا الناس راه ما شاء الله ما كاينش اللي ما كيدخلش الأكسيون وكياخذها. وما شوف البنات السيدة خذت ربعة قدام عينيكم، شي حاجة زادت ما شاء الله ما شاء الله. باغي سمحي لي أختي جربتي؟ سي فغي؟ نو 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 مي جربتي هكا؟ سي فغي؟ ربي يحفظك الزين ديالي. أنتم البنات عرفتوا على الدخلة مع المتتبعة ديالي. فاش كديري أنت فاش كتستعملي؟ كدير حتى في لاماشين. ربي يحفظك. شوف البنات السيده شحال خدات من عنده، شحال خدات منه متتبعه ديالي. ربي يحفظكم. سي فغي. ربي يحفظك. كتجي قالت لي دائما قالت لي هذا الشيء دابا اللي كتشوفي فيه، قالت لي غادي ترجعي ما غاديش تلقاي. البنات والله الا انا خديت جوج هما البنات. اول حاجه دير دجه كبيره البنات، الريحه ديالو بحال الشكل ديال حتى هذا حتى هو زوين. ربي يحفظك انا نبارطاجي. ميرسي. سي فغي. يعني كديري هذا كتخشي في كديري. البنات شوفوا شنو قالت لكم السيده، قالت لي كنشد هذا وكي سي فغي. ربي يحفظك حبيبه ميرسي. قالت لي كنشد هذا، قالت لي كنديرو هنايا البنات وسط الجيل ديال التصبين، قالت لي والحويجات عرفتي كيخليو ريحه واعرين. البنات خدات منهم سبعه قدام عينيكم يا الاخوات. عرفتوا راه شي حاجه زوينه. انا البنات خديت جوج كيعطيكم الريحه ديال المسك. الاخوات انا صاحبتي شنو كدير به؟ قالت لي بشرى خديته خداته البنات من اكسيون، قالت لي كنديرو في الجفاف في السطل اعزكم الله ديال الجفاف، كتجفف به باغتيغ يعني كتجفف به الارضيه. قالت لي وعندي واحد القريعه كندير فيها الماء وكنخوي فيه هذا، كنرشو على الخوامي، كنرشو على الفطويات. قالت لي كنرشو باغتو، كيخلي لي الريحه خطيره. ها هو البنات خديت منه جوج. وبالنسبه لهذا البرودوي البنات راه احسن ما جربت والله القسم. واحد الاخت قالت لي بشرى عافاك الله يستر عليك ما بقيتيش تبارطاجي، قالت لي راه ما كيمشي ما كنلقاش. دابا غير حيت جيت للناس في الصباح راه تجي في العشيه ما تلقيش اختي هاد البرودوي هذا. هذا اختي ديال التصبيط فيه ثلاثه البنات، ثلاثه يطرو، الثمن ديالو 2.95 كيدير لكم اختي 42 تصبينه. بزاف ديال البنات كيقول لي بشرى واش غير الحوايج البيضين واش غير الحوايج الملولين؟ لا اختي كديري به جوج، يعني البيضين والملولين يعني ماشي مشكل. في الماء بارد، الماء متوسط، الماء سخون، يعني شي حاجه زوينه كننصحكم بها يا الاخوات.
شوفوا يا البنات شنو لقيتهم حاطين. اللي اول مره كنلقاها اسبيغاتور البنات، شوفوا لي انتما البنات، يعني كديري بها الكنابي، كديري بها اختي اي حاجه، ديري بها الكوزينه. انا كنلقى بزاف ديال الناس دايرينها فوق البوطاجي البنات، والله قسم ما كذبت عليكم، دايرينها في البوطاجي. ها هي محطوطه النيت اصلا فوق البوطاجي، بحال دابا في الطبله ديال الماكله في البوطاجي، فهمتوا البنات؟ كتاسبيغي كتجي خفيفه وزوينه، وكتاسبيري بها كلشي البنات. تقدري ديري بها الكنابي يعني ماشي غير الكوزينه. عجبتني البنات، كتشرجر تقدري تهبطيها حتى للطوموبيل. شوفي لي اختي الثمن ديالها، دير لها 39.95 €. اول مره البنات كنلقاها هي يعني اسبيغات بها، ومن بعد مشات خواتها في لابوبيل. شو البنات، وكتجي مع هاد البغوصه هذه باش كتنيطويها. شو البنات، زعما فريمون ثمن زوين، كتجي خفيفه يا الاخوات. فيها البنات جوج ديال اللوينات، كاين فيها الدوغي وفيها الارجنتي. عجبني الدوغي ديالها، كتجي على مزويناتها. احسن ما جربت يا البنات، هانتوما يا الاخوات، احسن ما جربت بالنسبه للدوش. عرفتوا راه شي حاجه واعره كيحيد لكم البنات الصدا. انا عندي ديك ديال الدوش راه كنت خديتها من ليدل، عندي البنات حديد، هي اينوكس البنات، يعني مره كتبان لك بحال شويه بغات تبدا هكا تصدي ولا اش كندير لها، كنرشها بهذا، كنسد الدوش، كنخليها هكاك واحد ربع ساعه، من بعد كنمشي نحكها كتولي كتشعل البنات. حتى بالنسبه للفايانس، هذوك الفراقي اللي كيكونوا ما بين الفايانس، رشي ولا عندك الغموله ولا، والله القسم الا شي حاجه واعره. احسن ما جربت البنات في اكسيون هو هذا البرودوي، راه كيحطوه كيطير ما شاء الله. شوفي لي الثمن ديالو اختي، غير جوج الاورو 8.90 €. شوف شوف اختي المتتبعه ديالي على جور ربي يحفظك. شوف شوف جات على حساب، قالت لي قالت لي بارطاجيتي معنا الزربيه وجيت كنجري ناخذها بالصحه والراحه، ياك بعدا لقيت السلعه ربي يحفظك الزين ديالي، بوسي لي بعدا ربي يحفظك. شكرا الزين. جوني بزاف ديال الاسئله كيقول لك اختي بشرى واش حاطين طحانه ديال القهوه في اكسيون ولا لا. عرفتوا البنات كنجي دائما ما كنلقاهاش، اليوم اختي كنلقاهم حاطينها بكونتيتي كثيره يا البنات. اللي انتريسي طير اختي الاكسيون. شوفوا يا البنات كتجي على هذا الشكل، هذا هذه اختي راه طحني فيها لي زيبيس، طحني فيها عطريه، طحني فيها اختي قرفه، طحني فيها اي حاجه، طحني فيها قهوه، طحني فيها اي حاجه يا البنات، اي حاجه. خصوصا الاخوات اللي كيديروا هكا ماسكات طبيعيين وسميتو، يعني زوينه زوينه البنات. شوفوا لي راه دايرين ليها 9.95 €، فيها تخوازون اختي ديال لاكارونتي، تخزني اختي التيكيته ديالك ديال لاكيس، ولا وقعت ليها شي حاجه اختي رديها اليوم. شوفوا يا الاخوات الجديد ديال اكسيو، اول مره يا البنات كنلقاهم جايبين لكم اختي هاد السيرفيس ديال الكويملات، زوينه البنات. شوف كيجي الباك فيه 8، لا فيه 4 يا البنات، 4 اختي ديال الطنجرات، اول مره كنلقاهم. عرفتوا عجبوني يا البنات، شوفي ليا فيهم 4 البنات، 4 كاين اختي الكبيره والمتوسطه والصغيره، كاين العبار ديال 14 16 18 20 سنتيمتر. اول مره يا البنات كنلقاهم، كتجي اختي القفاله ديال الزاج. ها انتم يا البنات اللي خاصها شي سيرفيس اختي ديال الطنجرات، طير اختي الاكسيون، حاطينهم لكم البنات ب 37.95 € ل4 ديال الطنجرات. هانتوما الزوينه ديالي، شوفوا لي اختي المتتبعه ديالي شنو خدات. عرفتي قالت لي واعره البنات، هو راه حاطين هذا اختي جديد ديال اكسيو، وغادي ناخذو يا البنات وغادي نجربو وغادي نبارطاجي معاكم، ياك زوين اختي زوين. عرفتي قالت لي واعره البنات، ها هو الاخوات اللي حداها شي اكسيو حاطينو يا البنات بكونتيتي كثيره. ربي يحفظك اختي حبيبه، ايوا سمحي لي عندك نهرسو لك اختي، ربي يحفظك. عرفتوا شوفوا لي الناس شنو دايرين عليها البنات، غادي ناخذو والله يا البنات الا شكراتو ليا. انا راني شفت هو البنات، عرفتوا كانت هاد البلاصه عامره ما شاء الله، والله يا اختي الاخوات الناس كلشي ما شاء الله كياخذوا منه. انا غادي ناخذ، قالت لي الريحه ديالو زوينه، كتنطوي به الدار البنات، كتنطوي به كلشي، والثمن ديالو غير اورو 62 €. هانتوما يا اختي، هانتوما يا البنات، هانتوما اختي مشتريتي. واحد الاخت قالت لي تبقاي بشرى تبارطاجي معنا المشتريات سير بلاص، هانتوما الاخوات سير بلاص. بنات شوفوا لي، تلاقيت مع متتبعه ديالي، هانتوما يا شي حد هرس شي حاجه، خدات الزربيه بالصحه والراحه، قالت لي والله يا بشرى غير بارطاجيهم، مشيت كنجري خديتها. شوفوا يا اختي المشتريات، خديت هذه بالصحه البنات، راه قالت لي شفتها بشرى فاش بارطاجيتيها وخداتها. زوينه يا البنات، هذه راه كديرها في الشومبرا ديال الوليدات، تقدري ديرها حتى في الدروج فين ما درتيها، كتشرجا. ها انتم هي خدات، شوف البنات ها هو انا غنبارط، قالت لي المهم هذه البنات راه زوينه، دابا ناخذها وغنبارطاجيها معكم. خدات ها انتم البنات، ها هو اللي خديت انا، شفتوا البنات خدات هذا. وهذا قولوا لي شنو قلتي لي دابا؟ درتو في ال كتجفي به الارضيه. ايوا ديتو حتى الخدمه بصح، سي فغي كيخلي لك الريحه زوينه في الدار. بارتو في
سابري سي فري قالت لي شوف اختي بشرى قالت لي خديت هذا قالت لي عرفتي شنو قالت لي كيخلي لي الريحه واعره في الدار البنات ها هي والله القسم ما شاء الله خدت منهم جوج البنات خدات هذاك ديال التنظيف قالت لي ديتو حتى للخدمه راه سمعتوها البنات كتفرج في الفيديو ديالي البنات كتفرج وكتفرج في الفيديو كتقدى بالصحه والراحه الزين ديالي قالت لي زوين قالت لي زوين قالت لي وكندي حتى للخدمه البنات هو غير اورطني 70 غادي ناخذ منه حتى انا البنات غير اختي الزربيه ديالك انت ديالك الصحه والراحه ديالك هذاك لا راه هزيتو من هنا لا ويلي شوفي لا ديالك شفرتها ويلي 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 بالصحه والراحه الزين بالصحه شكرا صافي بليزير ميرسي عندك الزربيه ربي يحفظك ربحت لك الزين يا وازي الزربيه ربي يحفظك الزين ديالي ربي يحفظك البنات اللي حداها شي اكسيو تارلي اختي راه مخطفه عليهم اليوم في اكسيو شوفي لي اختي البرودوي العجيب الغريب انا اختي خديتهم البنات اختي راه ما شاء الله كلشي كيهضر عليهم مزيان ها هي اختي اورو 72 فريمون البنات راه ما غاليش فينكم الحاد قالت فينكم عشاق اتاي شوفي لي اختي البريردات وديال اينوكس من الفوق عندك اختي حساب لك هذا غير بريريد عادي ها انتوما يا البنات اللي عشاق لي تيزان ها انتوما يا البنات اللي عشاق اتاي ديري هنا اختي الماء طيب هنا اختي ديري اي حاجه ديري لويزا ديري زعتر ديري اي حاجه يا البنات شوفي لي اختي البريقات والله البنات الا فنوا ايليكو ها انتوما البنات ديري فيه حتى اتاي اختي النعناع وديري تما اتاي وديري فوق البوطه ويغلي لك ديري هنا اتاي ومن بعد اختي ديري النعناع شو البنات ودري اختي فوق البوطه ويغلى هذا راه كديريه فوق العافيه البنات عندك حساب لكم غير للتقديم لا اختي طيبي فيه شوفي لي اختي الثمن ديالو ديروا له 5.98 هذا كيجي اختي جايه ليطرو والله البنات الا الشكل ديالها ايليغون ما شاء الله الشكل ديالو غزال يا الاخوات انا اختي كنهضر معكم هنا وعيني اختي في هاد الترموسات هادو يا اختي الجديد اجيو معايا اجيو معايا يا البنات ها انتوما يا الاخوات ها انتوما اكسيو خارج علينا عمرنا ما نربيو الريش مع هذا اكسيو قولي كتقولي فيها البنات والله هي البنات الا زوين واحسن حاجه شوفي اختي الطويسه ديالو كي كتجي بحال الشكل كويس ديال يعني بحال الشكل ديال الطاسه ديال القهوه اول مره يا البنات كنلقاهم يا اختي وغير 4.99 راه شتي لو كان ما طوبستش هنايا زعما تحنيت اختي على رجلي انا اختي محنيه ما غاديش يبانوا ليا يا اختي مخزونين مع طارو وبقاو دوك الاخرين كاع ما باينين ها هي اختي الناس بداو كيهزوا هزوا في هذوك البريردات راه ما شاء الله زوينه البنات هذا ترموسه اختي فيها اختي كتهز لكم للسيترو 4.99 شوفي لي اختي النوار ديالها علم زوينه اخر ما كاين الا ما بغيتيش هاد الضوغي هذا راه كاين حتى ترموسه سامبل الاخوات اللي ما بغاوش الضوغي وكاين حتى الباج سامبل فهمتوا زوينين اختي هادو راه اخر ما كاين 4.99 الاخوات اللي كيسولوني على لي بواط ديال لا ماشين ديال القهوه هما البنات راه حطوهم في اكسيو هما الاخوات كيجيو على هذا الشكل هذا كيجي فيهم هذا المجر هذا البنات كتحلي كديري فيهم هكا الكابسول ديال القهوه ولا كديري لهم الشاصيات ديال لي تيزان ولا وابخي كتحطي فوقهم البنات لا ماشين ديالك يعني كيجيو على زويناتهم فنين والثمن ديالهم نافوغ 95 كاين هذا الموتيف هذا عجبني هذا الموتيف هذا وكاين هذا كيجي سامبل كنت بارطاجيت معكم هاد الطابيات هادو كانوا من الجديد ديال الاخوات عرفتو كيجيو على مزويناتهم كنت بارطاجيتهم معكم في البيض اليوم البنات كنلقاهم جابوهم حتى في القهيوي عرفتو على مزويناتي البنات شو كيجي الشكل ديالها كيجي الشكل ديالها غزال ديريها في الشومبره ديالك الشومبره ديال وليداتك ديريها اختي في ديريها في الصاله فين ما درتي عرفتي كتجي رطاطبه يا البنات اليوم اختي جابوهم لكم بجوج ديال اللوينات وحاطين لكم البنات حتى الزرابي ديال الفورير ها انتما يا الاخوات الزرابي كتجي على هذا الشكل هذا هذه البنات ديال الفورير عرفتوا على مزويناتهم راه فيهم حتى كاين هذا قهوي شوكولا وفيهم حتى الباجا البنات الدائره ديالهم 140 سنتيمتر ايوا غتقدر ديالها شوفوا يا البنات جيب لكم اختي رودويات واعرين فنين فنين كاليتي غزاله جيبينهم لكم اختي هكا بالمخدات ديالهم وبالزربيه يا البنات داكشي اونصومبل اللي باغا تفرش الدار ديالها طير الاكسيو شوفوا البنات الثمن خيالي عجبوني البنات هاد الرودويات هذا لقيتهم البنات محلولين راه ما حليت حتى شي حاجه وقلت ضروري هكا نوريهم لكم عجبوني البنات هادو جابوهم لكم راه من الجديد اختي ديال اكسيو زوينين عجبوني صح هكا مخدات هادو كيجيو على حساب لا ديكوراسيون ديريها في صاله ديريها اختي فين ما درتيها هكا في الكنابي كيجيو زوينين اسورتي مع الريدو كيعطيو ديكور زوين فهمتوا البنات تقدري ديريها في الشومبره ديال وليداتك في بيت النعاس وجايبه لك اختي حتى الزربيه اسورتي داكشي واعر ها هما يا البنات لقيتهم محلولين هادي اختي راه كتدخل لا ماشين اخر ما كاين في اكسيو
اول مره كنلقاهم هي البنات هنايا في اكسيون من قبيله هي الاخوات وانا كنقرا فيهم جابوا لكم هاد السيرومات ما كيتشلوش البنات يعني وهذه كتغسلي فاش كتغسلي الشعر ديالك شوا ديري على الشعر ناشف شوا الشعر فازك فاش كتغسلي الشعر ديالك كديري على ديك الطوله ديال الشعر البنات هذا بالنسبه للاخوات اللي الشعر ديالهم ناشف يعني هذا كيرطب لك الشعر وهذا البنات بروتيكسيون هذا كيبروتيج الزغبه يا البنات كيبروتيجي الشعر وخصوصا هكا كتبغي تصايبيه ديروا له السوشوار ولا فهمتوا البنات كيبروتيجي لك الزغبه هذا الثمن ديالو اختي اورو 79 اول مره يا البنات كنلقاهم هذا اختي جديد ديال اكسيون هذا اختي واحد السيروم البنات اللي كديري اختي للشعر ديالك وكيبروتيجي لك الشعر ديالك شوفوا يا البنات الناس شنو دايرين عليهم جا السيد هز منه الباكيه كامله البنات دا الباكيه كامله هو دا باكيه وصاحبو دا باكيه البنات عرفتي داوهم كاملين يا الاخوات هذا الدونتيفريس هذا ديال الوليدات من 6 حتى 9 سنين شوف البنات والله الا السيد دا باكيه وصاحبو البنات دا باكيه ديروا له 99 سنتيم الاخوات اول مره كيجيبوهم لكم البنات هنايا في اكسيو جيبوا لك اختي شامبوان والجيل ديالو البنات ديال الشعر بوكلي البنات اللي كيبغي الشعر ديالو بوكلي اول مره كيجيبوها لكم الاخوات شوفوا لي شامبوان دير له جوج الاورو 12 وحط لكم هاد الجيل هذا ديالو البنات ديروا له اورو 99 عرفتوا يا البنات حطوهم طارو اول مره البنات انا كنلقاهم يا الاخوات وما شاء الله شوفي لي اختي بلاصتهم وخاويه الاخوات اللي ما تبرونزوش في الصيف بلا ما يبقى فيكم الحال انا اختي غادي نبرونزيكم حتى في الشتا شوفوا يا البنات الجديده ديال اكسيون عرفتوا يا البنات ما شاء الله عرفتوا الناس طاروا بهم يا الاخوات جابوا لكم اختي اللي باغا تبرونزا شوفوا يا البنات جايبين لكم هذه البواطه هذه اختي ديال ديريها للوجه ديالك لوكور ديالك هذه اختي البرونزاج باش تبرونزا يا البنات الثمن ديالهم اورو 99 دائما اختي الرخا والرباخه جايبين لكم حتى هذا البنات هذا دار له جوج الاورو 39 هذا جوج الاورو كاين فيه هذا اللون هذا وكاين فيه هذا اللون هذا هذا اختي ديال البرونزاج الاخوات اللي باغيين يتبرونزاو ها نتوما البنات شوفوا لي الناس شنو داروا فيهم يلا حطوهم البنات يلا حطوهم انت اختي بلا ما يبقى فيك الحال تبرونزاي لي اختي حتى في الشتا هذا البنات فاش كديروا كيعطيكم واحد اللوين غزال واحد اللوين زوين البنات فهمتوا فريمون جايبينو بثمن رخيص الزوينات ديالي اختي متتبعه ديالي جات تاخذ هذا الزيت هذا ديال الفم قالت لي يا بشرى خديته يعني كديري الفم ديالك ما كيخليش لك زوين ها انتم الناس ما فيهش اللون ما فيه الريحه مليح سي فغي ها انتم البنات خداتو وجات تاخذوها انتم اختي بالصحه والراحه قالت لي زوين بارطاجيه مع البنات هذا اختي راه كيبقى من الجديد ديال اكسيون وشوفي لي الثمن ديالو اختي غير اورو 89 الزوينات ديالي لي باليت لي جا قالت لي الاخت قالت لي عرفتي يا بشرى ديتها معايا للبلاد زوينه ياك اختي ها انتم البنات قالت لكم مليحه قالت لكم واعره ها انتم البنات شوفوا لي اختي ما شاء الله اللوينات اختي شوفي لي اللوينات كي دايرين البنات البيض البيض نقول لها فيك الجوعه وشرى البيضه البنات ما كنلقاش في هذوك لي باليت الاخرين زوين هذا كديروا البنات هكا في الرويس ديال العين راه كيعطيكم واحد الاضاءه زوينه كيفتح لكم العين فهمتوا ها انتم البنات كديروا في هذا الجزء هذا شو راه زوينين البنات عجبوني اللوينات ديالها 4 اورو 69 كاين حتى هذا الموديل هذا سبق لي بارطاجيتو معاكم هذا اختي ديروا له 4 اورو 95 راه ما شاء الله اختي راه اكسيو راه كتلقاو دي بالي زوينين هذه سبق لي بارطاجيتها معاكم هذه كتجي شويه غاليه 6 اورو 49 شوف البنات هذه راه كتجي زوينه هذه عندي بحال ماشي هذه انا عندي الموديل اللي كانوا جابوا ديك المره عقلتو هذه كتجي على هذا الشكل هذا فهمتوا البنات فيها ثلاثه ديال ليطاجات ها انتم طبقات اختي ها انتم شفتوا زوينه هذه البنات عندي بحالها باش كتعجبني هذه كتقدري ديريها في الصاك ديالك شوف البنات هما الناس كياخذوا فيها كتقدري ديريها في الصاك ديالك ايوا اختي كتقدري ديريها في الصاك ديالك زوينين البنات وكاينين هاد لي بودغ هادو اللي كيجوني عليهم بزاف ديال الاسئله ها هما راه حاطينهم البنات هنايا في اكسيون شو الاخوات هادو زوينين البنات هادو كديريهم فاش كديري كتبغي دير الماكياج كديرهم تحت العينين ديالك كديرهم تحت في هكا في الحنيكه زوين كيعطيو واحد الاضاءه في الوجه البنات انا عندي ديال المونغ ها نتوما الاخوات راه حاطينهم بكونتيتي كثيره دير لهم جوج الاورو 19 هادو راه كيحطوهم راه ما كيبقاوش البنات في لي اختي الجديد ديال اكسيو اول مره يا البنات كنلقاهم هادو اختي كيجيو فوطات كديري عليهم اختي كتغسلي الشعر ديالك وكتلويه هنايا عرفتوا على زويناتهم عجبني اختي هاد النمير المقنع وشوفوا لي اختي في الغوز كيحمقوا يا الاخوات وغير اورو 35 تندور ثاني عاوتاني نرجع اختي هانتوما البنات تكون عقطعوا في اكسيو والله البنات لا خارج عليا غادي يغلطني البنات ما يمكنش نخرج لاكسيو ما نخرجش من اكسيو وما ناخذوش يا الاخوات اورو 99 هذا اختي كوكب الشوكولا